نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، يوجد بعض الأصباغ والألوان توضع على الحاجبين حتى تبدو رقيقة، وتبقى هذه مدة ما يقارب الشهر تقريبا، فهل هذا في حكم النمص؟ لا، يعني تلوين الشعر بغير السواد لمن بيض شعره لا بأس به، هذا هو الأصل، لأن الأصل أن غير العبادات هو الأصل في غير العبادات الحلم، وليس هذا من النمص، لكنه من ترقيق الشعر، كما أن بعض الناس يختار أن يكون شعره جعدا ويطلي بما يقوي الشعر. الحاجبين يا شيخ بارك الله فيك يرققها، يضع بعض الألوان هنا ومن هنا حتى تبدو رقيقة، لا يقص الشعر الحاجبين ولكن يضع هنا أي ما في بأس، البشرة ما في بأس، ما في بأس، لكن الكلام على هل هذا جائز في حق الرجال أو لا؟ الرجل لا ينبغي له أن يتجمل بما تتجمل به المرأة، المرأة لا بأس.